أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحل السحري مع إيمان علي. كل إنسان فينا جواه مجموعة من الأفكار والمشاعر هي اللي بتحدد سلوكه وتوجهاته. مع بعض هنتعلم نعيشها صح، مبسوطين ومستمتعين. موضوع حلقتنا النهاردة ليه أثر صعب على النفس، النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها وجعلها أمانة عند الإنسان، أبداً مش بإيد الإنسان ينهي حياته وقت ما يحب. اللي يزعل من حبيبته يروح ينتحر، واللي يختلف مع أهله يروح ينتحر، واللي تواجهه أي مشاكل مادية أو نفسية يروح ينتحر. أعتقد دلوقتي قدرتوا تعرفوا هنتكلم عن إيه. الانتحار زاد وانتشر بشكل مخيف جداً الفترة الأخيرة، وآخرهم بنت في ريعان شبابها انتحرت وسابت رسالة طلبت فيها إن أبوها وأمها ما يحضروش مراسم العزاء ولا يمشوا وراها في العزاء، علشان حست بالخذلان من أهلها ومن حبيبها قررت تنهي حياتها. إيه أسباب الانتحار؟ وليه الأولاد بينتحروا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، وكمان الحلول اللي من خلالها نقدر نجنب ولادنا إنهم يوصلوا للمرحلة دي. أسئلة كتير بتدور حوالين موضوع الانتحار. ليه إنسان تحت أي ظرف من الظروف يقرر إن هو ينهي حياته؟ إيه هي أسباب الانتحار؟ وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم يكون بشكل علمي وبشكل منهجي، وكل الدراسات أكدت إن الإنسان اللي بيقدم على خطوة الانتحار بيكون عنده خلل نفسي، إما في صام أو قلق أو توتر أو حتى تعرض لمشاكل نفسية في مرحلة الطفولة. ومن الأسباب برضو اللي ممكن تسبب في الانتحار الأزمات المادية والاقتصادية، وكمان تناول المخدرات اللي بيكون ليها أثر كبير جداً على المخ، لأن الإنسان لا بيكون واعي ولا مدرك بأي تصرف هو بيعمله. معنى كده إن اللي بيقدم على الانتحار بيكون عنده مرض نفسي أدى إلى الانحراف السلوكي. يا ترى إيه هي المؤشرات اللي من خلالها نقدر نعرف إن الشخص ده بيفكر في الانتحار أو مقدم على خطوة زي دي؟ أولاً هتلاقيه دايماً بيتكلم عن الانتحار ويقول لك عبارات شبه أنا هقتل نفسي، أنا مش هسبب لكم إزعاج تاني، أنا خلاص سايبكم وماشي. ومن المؤشرات اللي تنبهنا إن الشخص اللي قدامنا مقدم على الانتحار العزلة، والعزلة كمان عن التواصل الاجتماعي، هو لا عايز يقعد مع أهله ولا عايز يتكلم مع حد ولا أصحابه، ودايماً قاعد لوحده وقافل على نفسه، لا أنت عارف هو بيفكر في إيه ولا هو عاوز إيه. التقلبات المزاجية من المؤشرات اللي ممكن تخلينا نقول إن الشخص ده مقدم على الانتحار، يعني شوية تلاقيه فرحان، شوية تلاقيه زعلان، شوية بيتكلم كتير جداً، شوية مش عاوز يتكلم مع حد وقاعد لوحده. الشخص المقدم على الانتحار بيكون عنده نوبات من الهياج العصبي، دايماً تلاقيه قلقان ومتوتر ومش متحمل كلمة من حد، لا متحمل نصيحة ولا متحمل كلام ولا مناقشة. انت عمالة تقوليلنا في كلام معقد وكلام علمي ومصطلحات علمية، أنا كأب أو كأم لو شك إن ابني مقبل على الانتحار أتصرف إزاي؟ أعمل إيه؟ الموضوع محتاج مراقبة. لو الأب أو الأم لاحظوا تغيير في سلوك الأولاد، سلوك غير نمطي سواء اكتئاب أو عزلة أو غيره، في الوقت ده الابن بيكون محتاج الدعم. طب الدعم يكون إزاي؟ في المرحلة دي الجزء الأكبر والأهم بيكون على عاتق الوالدين، لأن هما اللي بيشيلوا المسؤولية من الألف للياء في إنهم يقدروا يحموا ابنهم من خطر الانتحار. أول حاجة بيعرضوا المساعدة عليه ويتكلموا معاه بوضوح وبهدوء، كمان يشجعوا الابن إنه يكون دايرته ودايرة علاقاته كلها أشخاص إيجابية، يساعدوه إنه يطلع من دايرة الحزن والاكتئاب اللي بيكون داير جواها. شيء مهم جداً إن الأبوين يراقبوا حسابات ابنهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويشوفوا بيكلم مين وبيتكلم في إيه وإيه البوستات اللي بينزلها والأفكار اللي بينتمي ليها طول الوقت. لازم نشجعهم إنهم يعيشوا نمط حياة صحي، يأكلوا أكل صحي ويمارسوا الرياضة ويناموا بشكل كافي، لأن ده بيساعد المخ على الاسترخاء وبيساعدهم إنهم يكونوا في كامل نشاطهم وفي كامل حيويتهم. سواء كان الدافع للانتحار مشاكل مادية أو مشاكل نفسية، وجب على الوالدين إنهم يراقبوا أولادهم وطول الوقت يكون في نقاش مفتوح بينهم وبين الأولاد. المراقبة الإيجابية والتدخل في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. التربية مسؤولية، إحنا مش بنخلف بس عشان نأكل ونشرب وندخل مدرسة بمبلغ قد كده أو نشير موبايل أحدث نوع أو أغلى نوع، ولادنا هم الأثمن والأغلى، لازم نحافظ عليهم، ربنا يحمينا ويحمي ولادنا من فواجع الأقدار.